السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الرابع؟ اليوم يمس إن شاء الله سوف نقوم بحل أسئلة الفهم والاستيعاب. بداية نقوم بقراءة الدرس ومن ثم حل الأسئلة. المدفأة. استعدت العائلة لاستقبال الشتاء القارس بما يتوافر لديها من الألبسة الصوفية الثقيلة، وحرصت على اقتناء مدفأة آمنة. وفي يوم اشتد فيه البرد أشعلت الأم المدفأة ووضعتها في مكان آمن كي لا تتعرض للسقوط في أثناء تحرك أفراد العائلة داخل الغرفة، وطلبت إليهم أن يظلوا بعيدين عن لهب المدفأة وأن يبعدوا عنها الأشياء القابلة للاشتعال من أقمشة وكتب وألعاب وغير ذلك. ثم أخبرت ابنها تامراً أن يفتح باب الغرفة من حين إلى آخر تجديداً للهواء. شعر أفراد العائلة بالدفء يتسلل إلى أجسامهم وأحسوا بالنعاس بعد أن قضوا وقتاً ممتعاً في الممازحة والمذاكرة وتناول المشروبات الساخنة. وحين أرادوا النوم أحكم الأب إغلاق المدفأة إحكاما جيدا، وتمنى للجميع نوما هنيئا وأحلاما سعيدة. اشترى الأب طفاية الحريق وعلقها في مكان بارز في البيت بعد أن تدرب أفراد العائلة على استعمالا صحيحا تحسبا للحالات الطارئة. طيب، السؤال الأول: على ما حرصت العائلة استعدادا لاستقبال الشتاء؟ أنت لما بتستقبل للشتاء إيش بتحرص؟ على الألبسة الصوفية وامتلاك مدفأة آمنة. الألبسة الصوفية الثقيلة. اثنين، الأول أو امتلاك مدفأة آمنة. ماشي يا رابع؟ بتكتب معي يا ميس؟ يلا السؤال الثاني، يلا نقرأه مع بعض. لماذا وضعت الأم المدفأة في مكان آمن؟ ليش وضعتها في مكان آمن؟ كي لا تتعرض للسقوط أثناء تحرك الأولاد أو اللي هي العائلة أو أحد أفراد العائلة. تحرك أحد أفراد العائلة في الغرفة. طيب سؤال ثلاث، يلا يا رابع نقرأ. ما الأشياء التي يجب إبعادها عن المدفأة؟ الأشياء التي يجب إبعادها عن المدفأة: الأقمشة، شو كمان؟ الكتب لأنها عبارة عن إيش؟ اللي هي أوراق. شو ألعاب؟ سؤال أربعة: ماذا فعل الأب حين أراد أفراد العائلة النوم؟ لما أرادوا أفراد العائلة النوم إيش؟ أغلق المدفأة إغلاقا تاما أو جيدا. إغلاقا تاما. طيب سؤال خمسة: أين علق الأب طفاية الحريق؟ علقها في مكان بارز في البيت. في مكان بارز في البيت. سؤال ستة: لماذا تدرب أفراد العائلة على استعمال طفاية الحريق؟ تحسباً للحالات المفاجئة أو الطارئة.
سؤال 7، كيف تستعد عائلتك لاستقبال فصل الشتاء؟ هذا رح يكون واجب عليك انت، عائلتك كيف بتستعد لجو الشتاء. بدي منكم، احنا زي حكينا بالايام الماضية اللي هي تعبير، بدي منكم يا رابع، هذا رح يكون واجب عليه اللي هي علامة المشاركة، بدي تعمل لي اياه زي موضوع اللي هي الفقرة 5، اقل اشي 5 اسطر، بتكتب لي كيف بتستعد عائلتك لاستقبال فصل الشتاء، وبدي ترسل لي اياه، رح يكون عليه علامة من علامات عفوا الشهر الثاني، تمام؟ رح يكون عليه 5 علامات من علامات الشهر الثاني على شكل اللي هي 5 اسطر او فقرة اللي هي بتساعدك على كتابة التعبير. طيب خلينا يا رابع هلا افتح لي الكتاب صفحة 55 نشوف القواعد الموجودة في الدرس. استعدت هي عبارة عن ايش؟ فعل ماضي. العائلة فاعل، لاستقبالي اللي هون عندنا شبه جملة، لي حرف جر، استقبال اسم مجرور. الشتاء القارس، القارس هنا الشتاء منعوت، القارس نعت اللي هي صفة، صفة بما يتوافر لديها من الألبسة الصوفية الثقيلة. الصوفية كمان عندنا نعت 1، الثقيلة هون صفة ثانية اللي هي نعت 2، لأنه وصف الألبسة بأنها صوفية وثقيلة. حرصت فعل ماضي، التاء هون تاء التأنيث الساكن لا محل لها من الإعراب، على اقتناء، على اقتناء هون شبه جملة، حرف جر، اقتناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. مدفأة آمنة أيضا هون، مدفأة منعوت، آمنة نعت. وفي يوم هون شبه جملة، في حرف جر، يوم لأنه هنا يوم ضع لي ظرف مكان زمان، بس لما بيجي قبلها حرف جر تصبح شبه جملة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. اشتد فيه البرد، أشعلت فعل ماضي، الأم فاعل، المدفأة مفعول به، ووضعتها إيش هي؟ الهاء ضمير متصل، على من يعود؟ إيش هي اللي وضعتها؟ المدفأة في مكان آمن، هنا آمن اللي هي إيش؟ المادة. كي حرف نصب، كي حرف نصب، لا تتعرض للسقوط في أثناء شبه جملة. تحرك أفراد العائلة داخل الغرفة، طيب داخل الغرفة، وطلبت هون فعل ماضي، طلبت تاء التأنيث الساكنة، وطلبت إليهم، إلهم ضمير يعود على مين؟ مين هم اللي طلبت إليهم؟ أفراد العائلة. أن حرف نصب، يظلوا بعيدين عن لهب المدفأة، لهب المدفأة هون مضاف إليه، وأن حرف نصب يبعد عنها الأشياء القابلة للاشتعال، يبعد عنها، الها ضمير متصل على مين؟ إيش اللي هي يبعد عنها؟ عن المدفأة، الأشياء القابلة للاشتعال من أقمشة، كتب، ألعاب، هنا اسم جمع تكسير، جمع تكسير وغير ذلك، ذلك اللي هي اسم إشارة للبعيد، اسم إشارة للبعيد. ثم حرف عاطف، أخبرت ابنها تامرا أن، هون حرف نصب، يفتح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، باب الغرفة، باب اسم الغرفة مضاف
إلى مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، من حين إلى آخر، هون آخر المادة تجديدا للهواء. شعر، شعر فعل، أفراد العائلة، العائلة هون مضاف إلى بالدفع، يتسلل إلى أجسامهم، هنا الهم ضمير متصل يعود على العائلة. وأحس بالنعاس بعد أن قضوا وقتا ممتعا في الممازحة والمذاكرة وتناول المشروبات الساخنة، وحين أرادوا هون فعل ماضي، هون الواو الجماعة ضفناها وألف التفريق، واو الجماعة نضيفها إلى الفعل الماضي ماشي، وألف التفريق، أرادوا النوم. أحكم الأب مفعول به إغلاق المدفأة إحكاما جيدا، وتمنى للجميع نوما هنيا وأحلاما سعيدة. طيب إحنا لما قسمنا الفقرات، الفقرة الرابعة عندكم اللي هي واجب، بدي تستخرج لي من الفقرة الرابعة الموجودة هون، شفتها هاي اللي أنا حاطة عليها مربع، بتستخرج عندك التسع أسئلة، هذول فعل مضارع، شبه جملة، فعل ماضي، فاعل، وجمع تكسير، ونعت، ضمير متصل مضاف إليه، همزة على نبرة، كتبت فيها كلمة همزة على نبرة. تمام يا رابع، ويعطيكم ألف عافية مثلا.